كل مباراة بكل جدية. مزيد من التفاصيل وكيف يستعد الأهلي لهذا اللقاء في ظل أن النهاردة الجهاز الفني منح الفريق راحة، كان في تدريب بالأمس وبكرة التدريب الأساسي على ملعب المدينة رقم 3 في مدينة الملك عبدالله الرياضية. أروح على طول للزميل والصديق العزيز خالد الإتريبي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في جريدة الشروق. خالد مساء الفل. مساء الفل يا محمد، اخبارك ايه؟ دايما منور ودايما متالق. الله يخليك يا خالد، عليك ومسا على كل مشاهدي قناه الاهلي. تحياتنا ليك، وعايز اطمن من خلالك بقى على اخبار البعثه هناك واخبار الفريق وكيف يستعد الاهلي والاجواء في المملكه العربيه السعوديه لمباراه تحديد المركز الثالث. هو السريع يا محمد، النادي الاهلي او سواء كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره او مارسيل كولر المدير الفني، خلاص يعني بعد الماتش بعد المباراه الكل اتكلم في جزئيه ان ما حدش اثر، كله اتكلم في جزئيه ان احنا لم يحرص التوفيق. برضه اتكلمنا في حاجه مهمه جدا يا محمد، ان هي كان فرصه تاريخيه لينا ان احنا نوصل للمباراه النهائيه قبل ان تتكرر مجددا، يعني في ظل تغيير نظام البطوله. انما دلوقتي انت في مرحله مهمه جدا برضه يا محمد، هي ان مادية البرونزية اللي موجودة دلوقتي معاك واللي بيقلل منها البعض قد تكون حلم صعب المنال، مش بس لفرق افريقيا، ده الفرق اوروبية وفرق امريكا اللاتينية في البطولة الجديدة. انت دلوقتي في مرحلة تاريخية انك تضيف ميدالية رابعة عليك، دي حاجة مهمة جدا، ودي النقطة اللي الكل بيتكلم فيها هنا. الكل بيتكلم على ان التقليل من البرونزيه ده شيء مش طبيعي ومش منطقي وصح، مش منطقي ان حد يتكلم فيه، لازم نشتغل عليه. وده اللي كان الكلام اللي داير عليه في اول يوم بعد المباراه مباشره. انت عارف كولر بيحب انه يكون يتكلم في السلبيات، يتكلم في الايجابيات بعد اي مباراه، حتى لو في وقت للراحه ما بيكونش تاني يوم مباشره، لازم يقعد يتكلم مع اللعيبه. حصلت المحاضره الفنيه اللي اتكلموا فيها في السلبيات واللي اتكلموا فيها ايضا في الايجابيات اللي كانت في المباراه. الايجابيات اللي كانت في المباراه هي صناعه فرص كتير جدا، اما السلبيات هو عدم ترجمه الفرص دي، وفي بعض الاوقات الرهونه في انهائها ان كان واحده او اثنين من دول ممكن يخلصوا الماتش، بخلاف طبعا الظلم التحكيمي الواضح. كل العمليه كلها كانت بتحصل امبارح محمد في جزئيه انك ازاي تخرج اللعيبه من جزئيه ان هو خرجوا من فرصه الوصول النهائي، وانك داخل على تحدي جديد لا يقل ابدا عن اي مباراه انت بتدخلها عايز تبقى كسبان نتيجتها، لان النادي الاهلي دايما لابد ان يكون مرشح يفوز. طيب. اعتقد ان ده كان واضح امبارح في التمرين من كلام الناس. بالنسبه للجاهزيه الفنيه بقى، اغلب العناصر كلها موجوده الحمد لله، انت مش غايب عنك حد. بعض بقى الحاجات زي الشد، زي الكدمه البسيطه، زي كل ده كان اتعالج امبارح او تم التعامل معاه. النهارده راحه برضه، ده بيساهم في الاستشفاء ويساهم في استرجاع اللياقه الذهنيه حتى والفنيه والبدنيه بالنسبه للاعبين. فاعتقد ان بكره ان شاء الله بقى هيبان كل التفاصيل الفنيه الخاصه بالفريق يعني. طيب عايز اطمن منك يا خالد على احمد نبيل كوكا. يمكن بعد مباراه اتحاد جده ناس كتيره ما ركزتش في فكره ان كوكا على فكره كان شعر بشده واجهاد، وانا فاكر وقتها حتى التقيت بدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق وسالته، قال لي يعني هو اليومين هيبقى صعب جدا لو في شد، هل اجهاد ولا شد؟ وهل كوكا ممكن يكون موجود في مباراه الثالث والرابع، ولا الجهاز اعتقد هيحضر بديل زي ما حضر اكرم توفيق في مباراه فلومينسي؟ بص يا محمد، خلينا نكون واقعيه معاك، ان احنا عندنا تصريح لمارسيل كولر قال فيه بعد المباراه ان كوكا ما كنتش عايز اجازف فيه، كان ممكن يلعب وما كنتش عايز اجازف فيه. فالتصريح ده من ممكن ياخدك لسكه ان هو طب ما احنا بقى لنا ثلاث ايام عدينا وقت المجازفه فممكن يكون حاضر، انما اللي احنا بنشوفه في التدريبات ان اللاعب موجود حاضر في التدريبات ما بيطلعش. في بعض الحاجات اللي فيها مجهود زياده بيستبعد منها، كتصريح رسمي بيطلع في الجزئيه ما فيش تصريح رسمي، انما بكره في التمرين هيبان. انما استنتاجا من كلام كولر انه كان في المباراه اللي فاتت ما حبش انه جذب بيه،
بعد مرور 3 ايام من ممكن يكون جاهز، اعتقد ان يكون بنسبه كبيره جاهز. انما لو بتسالني توقعاتك يلعب ولا ما يلعبش، لا ما اعتقدش انه يلعب على الاقل في الشوط الاول يعني ما يبداش. طيب عايز اكد معاك برضو يا خالد، مفيش غيابات يا جماعه بسبب الايقافه او الانذارات الا انطوني مودست، لان البعض كان قال ان كهربا عنده انذار تاني. لا مفيش، هو منعم بس اللي خد انذار في ماتش فلامينسي، والثلاث انذارات اللي كانت في مباراه اتحاد جده الحمد لله مفيش انذارات متكرره في المباراه الاخيره، سواء لكهربا لحسين لامام عاشور. مظبوط مظبوط. بس انا عايز انقل للناس لقطه انا شفتها بعيني يا محمد. اتفضل. بعد المباراه اللي فاتت مباشره، خد بالك احنا اتعودنا ان اي مدير فني، اي مدير فني في العالم كله خد بالك بتخلص المباراه سواء كسبان او خسران ما بيكملش 30 ثانيه او دقيقه وبيروح خارج من الملعب. انا ركزت على مارسيل كولر في الماتش اللي فات، لان تقريبا يعتبر اخر واحد، اخر صحفي يعتبر طلع من المقصوره. ففضل كولر تقريبا مارسيل كولر فضل واقف في الملعب بيبص للملعب ما يقرب من 7 إلى 8 دقائق. دي لقطة أنا خدت بالي منها، اللي هو فضل واقف في الملعب، مش قصة بقى مصدوم، قصة إنه لا الموضوع تحس إنه كان مدير فني عايش اللحظة قوي، اللي هو كان منتظر اللحظة زي كده. صح. فدي كانت لقطة لفتت انتباهي لكولر، إنه يعتبر من أواخر الناس اللي خرجت من الملعب كان كولر. عقبال ما استوعب الموضوع بدا يعني لو كان في لاعب او اثنين موجود هو اللي كان بيساعده انه يخرج. انما كل اللي انا عايز اقوله ونفس الناس تاخد بالها من كلمتين، مارسيل كولر هو مدير فني مهم جدا. صحيح. في تاريخ النادي الاهلي. مظبوط. مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي انه مدير فني من الموسم الاول ياخد كل البطولات، ومدير فني يستمر في انه يخليك تقدم الاداء ده وتلاطح اي فريق ايا كان بقى هو اسمه ايه. مدير فني جدير بالاحترام، جدير بانه يكون له كل المسانده في كل الاوقات. وان شاء الله انا واثق ان الفرقه دي مع مارسيل كولر لسه قدامها مستقبل كبير يا محمد. انا باكد وبقوله نفس الكلام وراك يا خالد، ده حقيقي. يمكن انا التقيت بكولر بعد ماتش اتحاد جده لما اتكلمنا على سألنا على كوكا، قال انا من اول ما وصلت السعوديه قبل الماتش بثلاث ايام حضرت العب بكوكا. فالراجل رايح كاس العالم، رايح يلعب فاينل، عايز يوصل فاينل، ولكن يعني التوفيق، ظروف خارجيه، عدم التركيز. هي دي بقى سر اللقطه اللي فضل واقف فيها 8 أو 9 دقائق بعد نهايه المباراه. هو ده اللي هو حلمه انه كان عايز يحققه، ده حقيقي، كان قريب منه وما قدرش يوصله. وان شاء الله نوصل له بالبرونزيه يا محمد، وتبقى برونزيه تاريخيه في باذن الله في مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. الزميل العزيز خالد الاتريبي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الشروق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل المتعلقه ببعثه الاهلي في كاس العالم للانديه في المملكه العربيه السعوديه. النهارده الفريق كان راحه، الاهلي هدفه باذن الله الصعود على منصه التتويج والحصول على الميداليه البرونزيه. وما تنسوش